فيلم إيرث فيرسس سبايدر. شاب معجب جدا بالقدرات الخارقه، فبيحقن نفسه بسائل احمر عنكبوتي على امل انه يتحول لسبايدر مان، لكن الدنيا اتلخبطت معاه وحياته اتحولت لجحيم. في بدايه الفيلم بيصحى واحد اسمه كوينتن كيمر على صوت المنبه بتاعه وبيبدا روتين يومه، وبنعرف ان كوينتن بيعيش في حي عشوائي مليان ناس رد سجون، وبنشوف بعدها راجل عجوز سكران واقف تحت شباك بيته وبيزعق فيه بصوت عالي، بس كوينتن بيسلم عليه وهو بيبتسم. بيفطر كوينتن بعدها مع كلب سور وبيقرا جورنال النهارده وبيشوف فيه خبر عن سفاح قتل 7 ضحايا، وساعتها بيتمنى كوينتن لو عنده قدره خارقه عشان يقدر يقضي على كل الاشرار اللي موجودين في المدينه. بس هو في الوقت الحالي حته سكيورتي صغير، فبيلبس لبس الوظيفه بتاعته وبينزل من شقته. وهو نازل من شقته بيقابل جارته الجديده ستيفاني. ستيفاني بنت جميله جدا بتدرس التمريض وجت تسكن في الحي العشوائي ده عشان قريب من الشغل بتاعها، وبينزلوا هما الاتنين من العماره مع بعض، بس بيطلع عليهم 2 بلطجيه وبيرخموا على ستيفاني، وبيحاول كوينتن انه يوقفهم عن اللي بيعملوه، وساعتها بتتدخل ستيفاني وبتدافع عنه، فبيتكسف كوينتن من نفسه جدا وبيمشي بسرعه. وقبل ما بيروح على شغله بيروح لمحل المجلات والالعاب اللي بيشتغل فيه صاحبه هان. اول ما بيدخل المحل بيتفرج كوينتن على المجلات اللي موجوده وبيتخيل نفسه واحد من الابطال الخارقين، وبيفرح جدا لما بيشوف لعبة جديدة لسبايدر مان لسه داخل المحل، وده لأنه البطل المفضل بالنسبة له وبيكون عايز يشتريها. ساعتها بيقول له صاحبه انه هيحجزها له ومش هيبيعها لأي مشتري لحد ما يحوش تمنها، وبيديله مجلة هدية بتتكلم عن حياة سبايدر مان. وبيوصل كوينتن لمكان شغله وهو مبسوط، واللي بيكون عبارة عن مختبر كيميائي، وبيقابل زميله العجوز نيك وبيسأله نيك لو انه قال لجارته الجميلة انه معجب بيها، وساعتها بيرد عليه انا فين وهي فين، وكمان ازاي واحدة بالجمال ده كله هتبص لواحد فاشل زيي. وساعتها بيرد عليه نيك وبيقول له انت راجل طيب وتستاهل كل خير، وكمان انا فخور بيك. بيبصوا هما الاتنين بعدها من الشباك على العلماء وهما بيعملوا تجارب على العناكب، وبيشوفوهم وهم بيحقنوا عنكبوت بسائل احمر، بس بيقفل واحد من العلماء الشباك في وشهم، وبيجي عليهم الليل وبتخلص الورديه بتاعتهم. ونيك بيشوف كوينتن وهو بيقرا في المجله بتاعته وبيقول له يعني بدل ما تقرا كتاب ينفعك تقرا مجلات اطفال، وساعتها بيقول له كوينتن ان مجلات الاطفال دي ممتعه جدا، وبيبدا يكلمه عن سبايدر مان وازاي هو بيساعد الناس وبيحميهم. بعدها بيمر كوينتن على المعمل للمره الاخيره قبل ما يمشي، وبيقعد نيك في المكتب علشان يراقب الكاميرات، بس فجأة بيلاحظ ان في 2 مجهولين بيهاجموا واحدة من العلماء وبيجروها بالعافية لأوضة الاختبارات، فبيدوس نيك بسرعة على جهاز الانذار، بس لسوء الحظ الانذار ما بيشتغلش، فبياخد سبراي شطة معاه وبيروح علشان يتصرف بنفسه مع الحرامية. بعدها بلحظات كوينتن بيرجع مكتب الامن بس ما بيلاقيش نيك، وبيشوف في كاميرات المراقبة ان في واحد من الحرامية بيثبت نيك بالمسدس وبيدخله أوضة الاختبارات، وبيجري بعدها كوينتن ناحية الأوضة عشان ينقذ صاحبه، بس بيمنعه 2 من ضباط الشرطة وبيبدأ الاتنين يقتحموا الأوضة، بس كوينتن بيشد واحد فيهم وبيمنعه انه يدخل الأوضة، وبيبدأ ضرب النار في كل حتة في الأوضة. وأول ما بينتهي الصوت بيدخل كوينتن والضابط ويليامز للأوضة، وبيلاقوا ان الأوضة ما فيهاش حتة سليمة وكل الناس اللي كانوا فيها ميتين. وبيروح كوينتن لصديقه نيك، بس نيك بيكون بيطلع في الروح وبيموت بين ايديه. بيزعل كوينتن جدا على موت صاحبه نيك، وساعتها بيجي له الضابط ويليام وبيقول له جبنك ده هو اللي خلاني معرفش ادخل، وكانت النتيجه ان صاحبي مات قدام عيني، وبيضرب ويليامز بعدها. بس بيجي المحقق جاك وبينقذه من ايد ويليامز. بيجي بعدها واحد من دكاتره المعمل وبيقول للمحقق جاك ان المبنى كله ما فيهوش حاجه عليها القيمه عشان تتسرق، وبيكمل وبيقول له احنا بنعمل هنا ابحاث عن مقاومه اسلحه الدمار الشامل. وساعتها بيفكر جاك ان اللي كان جاي يسرق مش بالضروره انه كان جاي يسرق فلوس، وبيعتبر ان ده دليل. بنرجع بعدها لكوينتن وبنعرف ان الاداره طردته من الشغل عشان شافته مقصر في واجبه، وبتيجي الصحافه عشان تاخد اي معلومه عن الحادثه، وبتعتبر كوينتن هو المسؤول الاول عن الحادثه دي. وساعتها بيدوس واحد من الصحفيين على عنكبوت هربان من اوضه الابحاث، بس العنكبوت ما بيجرالوش حاجه. كوينتن ما بيقدرش يتحمل كميه الضغط اللي عليه، وبيجي له صوت بعدها في دماغه بيقول له انه يروح يحقن نفسه بالسائل الاحمر، وبيعمل كده فعلا وبيدخل السائل الاحمر مباشره للحمض النووي بتاعه وبيغمى عليه. بعدها تاني يوم الصبح ستيفاني بتلاحظ ان المنبه بتاع كوينتن لسه بيرن، وده بيخليها تقلق عليه لانهم متعودين ينزلوا للشغل في نفس الوقت. بندخل بعدها لشقه كوينتن وبنشوفها متبهدله وفي حاله فوضى، وكل حاجه فيها مرميه في حته، وبنشوفه هو نفسه نايم عريان في بانيو مليان تلج،
وبالليل بترجع ستيفاني البيت بعد شغلها وبتلاقي اسم كوينتن وصورته منورين الأخبار في حادثة المعمل، فبتقلق عليه اكتر بعد ما بتشوف الخبر وبتقرر انها تطمن عليه، وبتروح للشقة بتاعته وبتتفاجئ ان الباب مفتوح. اول ما بتدخل ستيفاني الشقة بتتخض من منظرها وبتلاقي ان الشقة في حالة فوضى، التلاجة بتكون مفتوحة على الاخر والمنبه لسه بيرن من الصبح، وبتشوف بعدها الكلب سور وهو بيشاور لها على الحمام. وفعلا بتروح ستيفاني للحمام وبتترعب لما بتشوف سائل احمر في البانيو وبتفكر انه دم، وفجأة بيظهر لها كوينتن من ورا الباب وبتتخض جدا من اللي عمله. بيحكي لها كوينتن على اللي حصل معاه في المعمل وبيقع من طوله، بس لحسن الحظ ستيفاني بتلحقه وبتهتم بيه، وبتلاحظ بعدها الثقب اللي في دراعه وبتخاف جدا من منظره وبتتخيل انه مدمن، بس كوينتن بيضحك عليها وبيقول لها ان في حاجه شكته وما يعرفش ايه هي، وبتعزي ستيفاني في وفاة صاحبه وبتقوم تمشي، بس قبل ما بتمشي بتلمح له باعجابها وبتقول له انها بتحب الرجاله اللي عندهم نفس شخصيته. اول ما بتمشي ستيفاني كوينتن بيحس بالم شديد في جسمه كله وبينام بعدها. وتاني يوم الصبح بيصحى متاخر عن الميعاد اللي متعود عليه وبيكون جعان جدا، فبيجمع كل الاكل اللي في البيت وبيطبخه وبياكله. وفي نفس الليله بيلبس طقمه كله اسود وبيبص على صوره ليه هو ونيك وبيكون زعلان جدا عليه. وبينزل بعدها للديسكو اللي بيسهر فيه الضابط ويليام. اول ما كوينتن بيشوف الضابط ويليام بيركز معاه جدا وبيراقبه وبيشوفه قاعد بيقضي وقت لطيف مع واحده ست. في نفس الوقت بيلاحظ الجرسون وشم غريب على دراع كوينتن وبيعجب بيه جدا، وبيتفاجئ كوينتن ان فيه فعلا وشم على دراعه شبه شبكه العنكبوت، وبيسال كوينتن الجرسون اذا كان ويليامز هيمشي مع الست دي ولا لا. وبيقول له الجرسون مالكش دعوه بالضابط ده لانه مفتري، والست اللي معاه دي على فكره تبقى زوجه المحقق جاك، بس هي ما بتعملوش اي اعتبار عشان هو جبان. والاشاعات بتقول ان في مجرم قتل زميل جاك قدام عينيه وجاك خاف يضرب عليه نار. في اللحظه دي بيدخل المحقق جاك الديسكو وبيروح لترابيزه ويليامز وبيطلب من زوجته انها ترجع معاه البيت، بس بيتدخل ويليامز في الحوار وبيتخانقوا هما الاثنين مع بعض، وكل واحد بيقول للتاني ان زميله مات قدام عينيه بدون ما يتحرك. وبتنتهي الخناقه بان جاك بياخد زوجته بالعافيه وويليامز بيشوف بنت تانيه يقعد معاها. الراجل ما بيحبش يضيع وقت، كوينتن بيكون متابع الخناقه كلها وبيكون عايز ينتقم من الضابط ويليامز عشان ضربه، بس بيخرج بره الديسكو عشان ما يتخانقش معاه. بتروح ستيفاني بعدها على بيتها وبتلاحظ ان في شخص بيمشي وراها، واول ما بتفتح باب شقتها بيهجم عليها الشخص المجهول وبيرميها على الارض، وبتحاول ستيفاني تقاومه لكن ما بتقدرش عليه. بيوصل كوينتن للبيت وبيلاقي متسول سكران قاعد قدام البيت وبيديله كوينتن فلوس، بس في اللحظه دي بيحس ان في حاجه بتحصل جوه البيت، واول ما بيدخل بيلاقي مفاتيح ستيفاني مرميه في المدخل. وبتيجي فرصه لكوينتن انه يختبر قوته الخارقه الجديده، بيلاقي شخص مجهول بيحاول يأذيها بس كوينتن بيهجم عليه وبشلوت واحد بيرميه 20 متر لورا وبيكسر الباب بجسمه. وبيمشي كوينتن قبل ما ستيفاني تفوق، وبيلاحظ كوينتن ان الوشم اللي على دراعه بيزيد اكتر. بعدها بتوصل الشرطه بقياده المحقق جاك لمكان الحادثه وبيلاقوا ان الراجل المجهول رقبته اتكسرت من الرميه القويه بتاعت كوينتن. جاك بيحاول يستجوب ستيفاني عن اللي حصل، بس بتقوله انها ما شافتش الشخص اللي انقذها. وبيظهر كوينتن عند باب شقه ستيفاني، واول ما بتشوفه بتجري عليه وبتحضنه وبتفضل تبكي وبتحكي له عن قد ايه الراجل اللي انقذها ده بطل حقيقي. بيروح كوينتن شقته بيفضل يتنطط من الفرحه عشان الكلام اللي سمعه من ستيفاني، وان بقوته الجديده اتحقق حلمه وبقى زي سبايدر مان بطله المفضل. بيرجع جاك لبيته وبيحكي لزوجته عن الجريمه الجديده، وانه زعلان انه ما خلص على المجرم بنفسه وبقى فيه بطل مجهول جديد في المدينه. وبيقول لزوجته ان لازم حياتهم ترجع زي الاول والمشاكل اللي بينهم تتصلح، لكنها كانت نايمه وما حستش بوجوده اصلا. كوينتن بيصحى في نص الليل وبيكون متعصب عشان حست سمعه بقت قويه جدا وما عرفش ينام طول الليل من الاصوات اللي بيسمعها، لدرجه انه حبس الكلب بتاعه في الحمام عشان سمعه بيلحس ايديه بصوت عالي. تاني يوم الصبح بيقرر كوينتن انه يقرا قصص سبايدر مان تاني عشان يعرف اكتر عن حياه الابطال الخارقين، وبعدها بيركب كاميرات في كل مكان حواليه وبيعلق مرجحه عشان تكون دي سريره بعد كده زي ما سبايدر مان عمل بالظبط. وبيحط المرجحه بتاعته قدام الشاشه اللي بيراقب منها الكاميرات، وبيشوف كوينتن في الشاشه ان ستيفاني بتطلع صناديق كتير بره شقتها، وساعتها بيقلق جدا لانه فاكر انها اتعزل من شقتها بعد اللي حصل، فبيطلع بسرعه يعرف منها سبب نقلها للحاجات دي، بس ستيفاني بتقول له انها بتلم الحاجات اللي ملهاش لازمه عشان تنزلها البدروم. وبيساعدها كوينتن وبيطلعوا بره البيت وبيرخموا عليهم البلطجيه تاني، لكن المره دي بيروح كوينتن يضربهم، وبتنبهر ستيفاني من تصرفاته الجديده وبياخدها وبينزلوا البدروم عشان يحطوا الصناديق.
كوينتين بيكون عايز يعترف لستيفاني بمشاعره ليها، لكن فجأة الصندوق بتاعها اللي في ايده بيقع على الارض، وبيقع منه قصص كتير عن الابطال الخارقين، وبيعرف كوينتين ان بينهم حاجات مشتركة كتير وبينجذب ليها اكتر. وبينام كوينتين بعدها وهو مبسوط قوي من اللي حصل. في اليوم اللي بعده كوينتين بيروح لمحل هان بس بشخصيته الجديدة. لما بيدخل المحل بيلفت انتباهه فيلم ابيض واسود شغال على التلفزيون. الفيلم اسمه ايرث فيرسس سبايدر، الارض ضد العنكبوت زي اسم فيلمنا. وبيجي مشهد في الفيلم وعنكبوت ضخم بيهاجم الناس، وبيتكلم هان في اللحظة دي وبيقول لكوينتين العناكب بتحب تشوف الخوف في عين الضحية بتاعتها قبل ما تقتلها، عشان كده كان احسن حل للبنت دي انها تعمل نفسها ميتة، ساعتها ممكن العنكبوت يصرف نظره عنها. كوينتين بيقول لهان ان بقى عنده قوة خارقة، لكن هان ما بيصدقهوش وبيطلب منه انه يدفع ثمن لعبة سبايدر مان اللي خدها من المحل، بس كوينتين ما بيرضاش يدفع له حاجة وبياخد اللعبة وبيروح بيته. في البيت كوينتين بيجيله هلوسة وبيتعب من كتر الاكل، وبيصحى كوينتين في نص الليل وبيلاقي نفسه متعلق زي سبايدر مان الحقيقي بالظبط. بيتفاجئ بعدها انه بيطلع من صدره خيوط عنكبوت، وبيقرر انه يختبر قدرته الجديده، وبقى بيغطي حاجات كتير في بيته بالخيوط العنكبوتيه دي، وبيقرر بعدها انه يجرب الخيوط دي على الكلب بتاعه علشان يشوف تاثيرها. واول ما بيشوف الكلب بتاعه متكتف بالخيوط دي بتصحى الغرائز العنكبوتيه اللي جواه، وبيحس بالجوع وانه عايز ياكل الكلب بتاعه، لكنه بيصرف الافكار دي بسرعه وبيتضايق من نفسه جدا. وبيهرب كوينتين بسرعه من البيت وبيكون في حاله رعب، وبيفضل يجري في الشارع بس شعوره بالجوع بيزيد. بيوصل لسوبر ماركت، اول ما بيدخله بيلاقي مجرم بيهجم على البياع اللي فيه، وبيجري على البياع عشان يلحقها، وبيمسك المجرم وبيرفعه بايده وبيرميه على ستاند المشروبات، بس بيطلع انه كان فاهم غلط والمجرم بيكون حبيب البياع. وبتفضل تبكي على اللي عمله في حبيبها، وبدل ما تشكره على اللي عمله بتجري على التليفون عشان تبلغ الشرطة عنه، بس بيتعصب كوينتين من صوتها العالي، وبيطلع الخيوط العنكبوتية من صدره بيجمد البنت بيها. وبيستمر تحول كوينتين، وبيترعب لما بيكتشف ان دراعه بتتحول لمخالب. في نفس الوقت بيقتحم الضابط ويليامز السوبر ماركت، وبيستخبى كوينتين منه بين الصناديق، وبيلاقي الضابط البنت وبيحاول يعرف منها اللي حصل، وساعتها بيفقد كوينتين السيطرة على نفسه وبيهجم على ويليامز وبياخده معاه. تاني يوم الصبح ستيفاني بتلاقي صور كلب كوينتين على باب شقتها، وبتشوف ورقة فتوق الكلب مكتوب فيها انها تهتم بالكلب بتاعه لفترة مؤقتة. بتقلق ستيفاني بعد ما بتقرا الورقة، وبتروح تخبط على باب شقته عشان تطمن عليه، بس ما بيفتح لهاش الباب، وبيكون نايم على سريره وبيراقبها في الكاميرا، وبيتمنى لو يحكي لها على اللي بيحصل ليه، لكنه خايف انها تخاف من الوحش اللي بيتحول ليه. في نفس اللحظة بنلاقي ان معدة كوينتين ورمة وبتهدم حاجة جواها. بنرجع بعدها للسوبر ماركت، والظباط بيلاقوا جثه حبيب البياع، وبيقلب المحقق جاك السوبر ماركت كله على اي دليل، وفعلا بيلاقي شبكات عنكبوت كتير في كل مكان على الحيطان، وبيلاحظ واحد من فريق التحقيق سائل احمر على السلم وعلامه اسم الضابط ويليامز، وبتحكي البياع للظباط انهم اتعرضوا للهجوم من راجل عنده مخالب مش ايدين. كوينتين بيصحى في نص الليل تاني، بس المره دي بيصحى من وجع شديد في لثه اسنانه، وبيقوم يشوف في المرايه ايه اللي بيحصل له. بيلاقي ان في حاجه غريبه طالعه ببقه، وبيتفاجئ كوينتين بالتحول الجديد، وبيفضل يصرخ من الرعب. بتسمع ستيفاني صوت كوينتين وبتخبط على باب شقته، وبتصر انه لازم يفتح لها، وبيتكلموا مع بعض من ورا الباب، وبيسالها كوينتين لو انها توافق تخرج معاه في ميعاد غرامي. وبترتبك ستيفاني من السؤال، وبتعترف له انها كانت عايزه تخرج معاه من زمان، بس كانت مستنيه ان هو اللي يطلب منها، وبتطلب منه انهم يقضوا ليله رومانسيه مع بعض، بس كوينتين بيقول ان الوقت اتاخر جدا على الطلب ده، وبقى مستحيل انهم يعملوا كده، وبيطلب منها بعدها انها تمشي. تاني يوم الصبح كوينتين بيصحى من النوم، وبيلاقي ان شكله رجع طبيعي تاني، وبيكون عنده امل انه يعرف يتحكم في تحوله شكله، لكن بيحس بجوع شديد مره تانيه، وبيدمر شقته كلها وهو بيدور على اي اكل. وبتسمع ستيفاني صوت العالي وهو بيدمر شقته، لكن للاسف ما بتعرفش ازاي تساعده. بعدها كوينتين بيلاقي طريقه تشبع جوعه، وبيخطف الاثنين البلطجيه من الشارع وبياخدهم للبدروم وبياكلهم. بننتقل بعدها لزوجة المحقق جاك، اللي بتكون قلقانه جدا بسبب اختفاء حبيبها ويليامز، وبتشك ان زوجها جاك هو اللي خطفه، فبتتحايل عليه انه يقول لها على مكانه، بس جاك ما بيردش عليها وبيسيبها ويمشي. وبيوصل جاك بعدها البيت كوينتين، وبيلاقي شبكه عنكبوتيه كبيره جنب بدروم بيته، فبياخد عينه منها وبيوديها معمل الكيمياء اللي كان بيشتغل فيه كوينتين عشان تتحلل. وبيتضايق جاك جدا من اداره المعمل لانهم مش بيساعدوه وبيداروا عليه حاجات كتير، فبيهدد رئيس المعمل انه لو ما قالوش كل حاجه هيفتش المعمل كله وهيجيب عليه وطي. ساعتها بيضطر رئيس المعمل انه يحكي له كل حاجه، وبيقول له ان العلماء بيعملوا ابحاث عن العناكب وبيدرسوا قدرتهم على التجديد ورغبتهم في انهم يخلصوا على اكبر عدد ممكن من الضحايا، وانهم لحد دلوقتي ما حقنوش اي بشر بماده العنكبوت، وما يعرفوش لسه عواقب حقن البشر بالماده دي ايه. بتحاول ستيفاني انها تعرف ايه اللي بيحصل لكوينتين،
وبتروح تخبط على باب شقته، بس كوينتن حالته بتسوق كل يوم عن اللي قبله، وبيستنى لحد ما ستيفاني بتمشي، وبيخرج من البيت وبيروح محل هان، وبيطلب من هان انه ما يتحركش من مكانه عشان ما يستفزش الغرائز العنكبوتيه اللي جواه، وبيديله فلوس لعبه سبايدر مان اللي خدها قبل كده، وبيطلب منه يقول له نقط ضعف سبايدر مان، وساعتها بيقول له هان ان نقطه ضعف سبايدر مان هي قلبه، وبيمشي كوينتن بعدها. جاك بيكون يائس جدا من كل اللي بيحصل له، وبيحس ان الدنيا كلها خربت فوق دماغه، فبيروح لبيت كوينتن تاني عشان يحاول يحل القضيه دي. في نفس الوقت بنلاقي ان كوينتن اتحول تماما لوحش مخيف، وبيشك جاك ان ممكن يكون في حمض نوى بشري في العينات اللي خدها من شبكه العنكبوت اللي لقاها، لكن زمايله بيرفضوا تحليل العينات، وكمان واحد منهم بيقول له انه يريح نفسه ويريحه ويخرج بره القضيه دي، بس جاك ما بيسمعش كلامه، وبيقرر انه يمشي ورا شكوك، وبيدخل بدروم بيت كوينتن. بيتفاجئ جاك لما بيلاقي ان البدروم مليان شبكه عنكبوت ومشبوك فيها ضحايا كتير، ومن بين الضحايا الضابط ويليامز، وبيترعب لما بيلاقيه بيتحرك جوه الشبكه ولسه عايش. وبنكتشف ان زوجة جاك بتكون ماشيه وراه طول الوقت، وده لانها متاكده ان هو اللي خطف حبيبها. بيحاول جاك انه يقطع الخيوط اللي حوالين ويليامز، لكن في نفس اللحظه بتدخل زوجة جاك البدروم، وجاك بيركز معاها اللحظه واحده. في اللحظه دي بيروح ويليامز مطلع مسدسه وضارب نفسه بالنار في دماغه، وفي لمح البصر بيدخل كوينتن وبيخطف زوجة جاك، وقبل ما جاك ينقذها بيلاقي ان كوينتن قتلها وهرب. في نفس الوقت بترجع ستيفاني للبيت، وبتلاحظ ان شباك الدور الثاني مكسور، وبتشوف خيال كوينتن، وبنشوف ان كوينتن فقد السيطره على نفسه وتحول لوحش بشع عنده 6 رجول طالعه من ظهره، وبيهجم بعدها على ستيفاني. بتصرخ ستيفاني بصوت عالي وبيسمعها جاك، وبيجري عليها عشان يساعدها، لكن للاسف على ما بيوصل لها بيكون كوينتن خدها وهرب. وبيتبع جاك خيوط العنكبوت لحد ما بيوصل لمبنى مهجور. اول ما بيدخل بيلاقي ستيفاني متعلقه في شبكه عنكبوتيه وبتكون مرعوبه جدا. كوينتن بيستخدم كل طاقته وبيحاول يسيطر على تحوله وغرايزه، وبيطلب من جاك انه يضربه بالنار في قلبه عشان يوقفه وينقذ ستيفاني. وبيتردد جاك وبيخاف زي المره اللي فقد فيها زميله، وما بيكونش عارف يضربه بالنار. وبتتحايل ستيفاني على جاك وبتقول له ما تضربش عليه نار وخلينا نحاول نساعده، يا بنتي الوحش هياكلك، انت مستوعبه انك على سفرته؟ خلاص ما علينا. بس كوينتن بيكون عارف انه خلاص في اخر مرحله وما بقاش في حل لحالته ومحدش هيعرف يساعده، وبيفقد السيطره على تحوله. وبتصحى الغرائز العنكبوتيه وبيهجم على ستيفاني بدون وعي منه، وساعتها جاك بياخد قرار لاول مره في حياته وبيضربه كذا رصاصه وبيسيب كوينتن في قلبه، وبيتجمد كوينتن في اخر لحظه قبل ما بيوصل لستيفاني. وفي نهايه الفيلم وتكريما لذكرى كوينتن بنلاقي هان بيتكلم عن الكتاب الجديد اللي بيحكي فيه قصه صاحبه البطل الخارق كوينتن. وهنا نكون وصلنا لنهايه فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والاشتراك عشان تتابع كل الجديد من فيلم جديد. سلام يا صديقي.